فيلم رهان للمخرج الشاب محمد الكاغات، قصة تجمع بين الطابع العاطفي والكوميديا، العمل الذي حقق تفاؤل الجمهور داخل قاعة العرض. الفيلم رهان هي فكرة اجتماعية وقصة اون استوار رومانتيك اون بلوس اون كوميدي اللي كنعرفوا بان هذا لو جونغ دو فيلم هذا كيبغي الجمهور المغربي وكيبغي يتمتع بهذا الفيلم هذا النوع ديال الافلام هذه. مانيفيك كنت كنمشيو من الصباح حتى العشيه وانا يا فرحانه لان عارفه من هاد الدوره الي حساس توشان سي ان بيرسوناج توشان ظريفه الي جينيروز باغا تعاون الناس بحال كاع لي سوا ديزون لي ستار ملي كيوصلوا كيكونوا كيوليو انسانيين انسانيه فوالا سا ما بوكو توشي سو بيرسوناج. التجربة ديالي في الفيلم هذا بعد ثاني فيلم سينمائي ديالي، أول مرة كندير كوميدي، تجربة زوينة مع فريق العمل زوين، المخرج محمد الكغات، ربيع القاطي، أسماء خمليشي، مراد الزاوي، كنا بربعة بينا حنا ديما خدامين مجموعين، كوميدي كما كيقولوا كوميديا الأمريكان. يعد فيلم رهان البصمة الثانية في مسار محمد الكاغات بعد فيلمه الأول نهار تزاد تفضو الذي حقق نجاحا فنيا وجماهيريا.